ايا كان مجالك بالاخص الفيجوال ارتس، فهذه الورشه حتضيف اكثر. فرصه مميزه لدخول عالم صناعه الفيلم الروائي بطريقه عمليه. ذلك انه سابقا انا كنت على اطلاع وكنت على تواصل مع عالم السينما، لكن من ناحيه نظريه من خلال اولا كتابه السيناريو، ثانيا كتابه المواد النقديه والمشاركه في تنظيم احد المهرجانات السينمائيه. بالنتيجه كونسبت مهم انه تؤمن باللي انت تصنعه، مصداقيه فيما تصنع هي أهم شيء ممكن الصنعة.